إنه من المعلوم عند الجميع وفي العالم بأسره أن القضية الفلسطينية ذات أهمية عظمى عند كل الإنسانية بأسرها، ولا يختلف على ذلك اثنان، وأن الجميع يريد إحلال السلام في هذا البلد الجريح المظلوم الذي عانى كل المعاناة من الظلمة والمحتلين من قتل وحرق واعتقال وحصار وغير ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين بكل وضوح وصراحة. كل ذلك لأجل الطائفية والعرقية لو صح التعبير، وذلك من جهة اليهود الذين يريدون الصعود على أكتاف المساكين من العرب والفلسطينيين المظلومين لتكوين دولتهم التي تدعو لعزل اليهود عن باقي الأديان والأجناس والعياذ بالله. وعلى الرغم من هذه الطائفية لم يتفوه أحد من الذين يدعون إحلال السلام في العالم ويحرمون إقامة أي دولة طائفية ويقصدون بذلك دولة إسلامية، فبات الإسلام بنظرهم هو الطائفية لخوفهم منه ليس إلا. وإلا ما الفرق بين الحالتين من هذه الناحية فقط؟ هل هي حلال عليهم حرام على المسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهل هذا من العدل والإنصاف في شيء؟ لكن ليعلموا أن خالع باب خيبر سلام الله الذي استطاع إخضاعهم للإسلام بمعنى الكلمة وإعطائهم كل حقوقهم وجعلهم يعيشون مع المسلمين لا يظلمون ولا يظلمون سيخضعهم كلمح البصر أو هو أقرب بعونه تعالى. كل هذه الأهمية لهذه القضية الحساسة جعل العالم بأسره يتفاعل معها بشتى أنواع التفاعل لو صح التعبير. فالفقيه أخذ يفتي حسب ما يرى من المصلحة، والقائد أخذ يقود، أما الجيوش كما حدث سابقاً أو القلوب ضد هذه المنظمة الإرهابية التي لا دين لها ولا ورع. وجعلت الكثير من العالم يتعاطف قلباً وقالباً مع الفلسطينيين أو قضيتهم عموماً، لكن هذا لا يعني أنه ليس للفلسطينيين أعداء، وهم أنصار اليهود والصهاينة